عندك أقوال تانية يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على أقوالك لو سمحت. نشكركم سيداتي آنساتي سادتي، وننتهي بغلق التحقيق في قضية حريق المصنع. هو التلفزيون بيصور؟ أي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصورة، علشان ما حدش يخرج يقول إن أنا اتعذبت أو اعترفت تحت الإكراه. طب ما هو ممكن المتهم يخش أي أوضة ياخد الطريحة المظبوط ويخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابة يا حسن، ولا أنت فاكر الحكاية جهجهون؟ نيابة. حرقت المصنع ليه كفرة، ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجة في التحقيق. يعني اعترفته نصيب بقى. انت اسمك ايه؟ فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوة. شربيني مين؟ ابو خطوة. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع؟ ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاثنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول انت يا واد هو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفيه، ورشوان هرب على اسكندريه. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاثنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقه انا كسرت اسالهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمه. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مرة. يبقى سلم لي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك، ها؟ وسلم لي على سيادة اللواء كتير. مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ أخبار زي الزفت على دماغك. كله من تحت راسك. ليه كف الله الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمان يا معلم. إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوه ميكروفونات، ميكروفونات سرية كمان. خبر أشوح ده، على كده بقى أسرارنا كلها بره ومفضوحين. ميكروفونات؟ ميكروفونات سرية. يلا أخويا هو يلا يلا شطبني. يلا حبيبي شطبني. يلا تشطيب هات مربى. هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما تروح عمره خايب وانت خير منه، بدل ما يقعد معاك في المحل هنا يروح يلبس مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل خدي. انا جبي؟ والله انت ظهور يا اخي، ده انت راسخ. الله 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 الله. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكره الساعه 10:30 بالليل.
ايه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شايل سيادتك؟ اتكل على الله واروح انا. مع السلامة يا حسن. انا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ علشان استشيره في حكاية الحلم ده. خلاص امرك. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك. اعتبر المهمة اتنفذت يا فندم. اتعودت للبنت مش هجوزك. ويعوضني خير ربنا في الشبكة. كاتب ثمنها عندكم؟ اه انا قلت كده. طب وايه اللي رجعك يا ضناير؟ ايه؟ عملت حسبتك من اول وجديد. لقيت ليك باقي جاي تاكل بيك؟ جرى ايه يا ماما؟ لا ما هو لازم نعرف راسنا فين ورجلينا فين. ما هي باينة زي الشمس. الراس تحت والرجلين فوق. اتجوز ازاي وانا من غير شغل ومن غير بيت؟ مش وقته. مش وقته يا ماما. اسكت انت. عمرك يا ضنايا ما هتلاقي وظيفه بسبب السابقه اللي عندك. ما فيش قدامك الا التجاره. حسن عمر ما حب التجاره. وفريدي حبيت التجاره. اتاجر ازاي وانا من غير راس مال؟ ولا اقف في الشارع اقول انا تاجر تقوم الناس تيجي مداني فلوس على طول. ده ايه يا ابني؟ في ايه؟ هو انت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص انا اسرح بنفترين بالي في الترميات. انا اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اسمع انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك انا ماليش فيها. كلامة الحلاقين كلها فيك يا ابن بهناتي. اوه هتقول لي بهناتي والحلاقين مالهم الحلاقين؟ اكل اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن. ماما اكل ولا امشي؟ انا ما امشي بقى. شوف يا اخ معتصم. ايوه يا سياده اللواء. قصدي يا سيدنا الشيخ. الفرق بين الحلم والرؤيه، الرؤى من الله سبحانه وتعالى يختص بها الانبياء وعباد الصالحين، اما الحلم فهو من فعل الشيطان الرجيم. افهم من كده ان الرؤيه ممكن تتحقق؟ طبعا فهي من الله سبحانه وتعالى. طب والحلم؟ لا يتحقق فانه من فعل الشيطان الرجيم. شكرا يا مولانا. الشكر لله. شفت؟ أظن اللي عمله حسن بهلول في مكتبي لا يمكن يكون وثيق الصلة بالله، ولا يمكن يكون الحلم بتاعه رؤية مباركة. هو عمل إيه بالظبط؟ ارتكب فعل شيطان يا مولانا. هنكسب يعني هنكسب. خلي قلبك جامد. ما تخافش. ازاي واحنا ورانا مخبر؟ مخبر فين؟ اتحرك على طول. ده ازرق. ده تعب يا عيني. ضاع. انا عايز اعرف بقى زومها ايه قله الادب دي؟ طب ده راجل زملكاوي، ايه اللي معاده من درجات الاهلاويه؟ وريد قاعد في حاله، عامل ايه الادب وعلى النادي الاهلي كمان؟ ليه يا كابتن كده يا كابتن؟ ليه التعصب ده؟ ما تخلي قلبك قابض زي الفنانه بتاعتكم. ولا ايه يا كابتن؟ قوم الهنا. بتقول ايه يا علي؟ المصنع اتحرق واللي كان يبقى كان لزومه ايه اللي احنا عملناه ده؟ معلش المره دي خابت، المره جايه الصيف. ولسه في مره ثانيه؟ مش ورانا حاجه؟ يلا بينا. مات يا عين الراجل.